ازاي ان انا اشوف موضوع ازاي قضينا على فكره ليس ان انا مش مرشد. اول اجتماع عملته يا استاذ محمد مع سياده وانا مدير مباحث جنائيه، انا كنت اؤمن بالحوار المجتمعي، ان الشرطه مجتمعيه، واني انا وظيفتي اصلاحيه وليس عقابيه، ولازم يكون في حوار مفتوح مع المواطن. كان اول اجتماع عملته في يوم 19/11/2015 مع طلاب جامعه سوهاج، ورحت وقفت في الجامعه حوالي 5000 طالب، كنت اول مدير مباحث عملي كده، فتحت حوار معهم في كلية الآداب مع الدكتور صابر حارس تسمعه، كان أول حوار لي هناك. عملنا حوار مع الطلبة، قلت لهم أنا هلال فلاني وأنا جاي عشان مصلحتكم، عايز أتكلم بصراحة مع بعض. قلت لهم اللي شايف أي مشكلة اللي يقدر يقول على الهواء يقولها على الهواء، ما يقدرش يقول على الهواء يكتبها في ورقة ويسيبها لي على المكتب بنش دوت، ما يكتبش اسمه عليها. تمام. عشان يعبر عن إيه؟ اللي جوه. وقلت لهم انا ليا هدفين في سوهاج، حاجتين كانوا هدفي، رقم واحد القضاء على المخدرات، رقم اثنين المصالحات في الخصومات السعريه، رقم ثلاثه القضاء على اطلاق العيار الناريه. من هذا المنطلق اتكلمنا بقى، بدانا نفسر يعني انا مرشد. قلت لهم كلنا مرشدين، وانت مرشد وانا مرشد. قال لي ازاي يا فندم؟ ليه مرشد ليه يا استاذ محمد؟ سيدنا محمد بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام. تغيير المنكر يكون ازاي؟ يا باليد يا باللسان. باليد لمين؟ للحاكم. باللسان لمين؟ ان انا اتكلم. يبقى انا مطالب. تغيير المنكر مطالب بيه واحد كده. ثانيا رجل المخدرات دوت، انا لما اسيب خالد الشاذلي يبيع مخدرات قدام بيتي وجاري، هو خالد لما يبيع مخدرات هنا بيقتل مين؟ انا كلنا المجتمع. انت لما تدرس قانون الجنائي، قانون العقوبات، وتشوف ما معنى سبق الاصرار، سبق الاصرار في القتل العمد الذي يصل الى عقوبته في الماده 233 تصل عقوبته الاعدام، يحتاج حاجتين: سبق اصرار وترصد، او سبق اصرار بس سيف. يعني ايه سبق اصرار؟ يعني هو يعلم انه هيرتكب فعل ما، وان ارتكاب الفعل دوت سيؤدي الى القتل اذا ازهق روح، وتتجه ارادته لهذا الفعل. امسك انا سلاح ناري اصوبه الف يصوب على به، والف يعلم انه لما يطلق النار على به سيقتله، ومع ذلك اراده الف اتجهت لكده، علم وإرادة، علم وإرادة. من هذا المنطلق أنا كنت أتمنى مجلس النواب، وطلبت بيه، وأنا كنت مترشح، وكان أول هيبقى طلب لي دوت، أن تجارة المخدرات تساوي القتل مع سرقة الإصرار، لابد يتم إعدامه. يعني هل نحتاج إلى تعديل تشريع في قانون؟ أنا أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، أن يكون الإعدام. ليه بقى؟ أنت هتجد أن 90% من القضايا حاليا، وخاصة القضايا الأسرية ما بين قتل ابن لوالدته أو زوج لزوجته، أو بين قصين جنى المحارم، أو السرقات داخل المنازل، تسبب المخدرات. يحتاج المخدرات هنا. بيقتل مش بيقتل؟ بيقتل. هو السبب في جميع الجرائم تقريبا، في جميع الجرائم. يبقى يحتاج المخدرات هنا عقابه إيه؟ زي ما قال ربنا عز وجل: يقتل أو يسلب بلد، أو قتل، أو الصلب، أو قطع يده ورجله من خلاف، أو ينفث الأرض. آخر حاجة الحبس، آخر حاجة الحبس، ده كلام ربنا عز وجل في القرآن الكريم. فأنا أرى تاجر المخدرات، الحاجة اللي في بعض الناس ما تعرفهاش وأنا شفتها بعيني، مفيش تاجر مخدرات بيشرب مخدرات ولا أولاده إلا نادرا، لأنه ما يدش عيب، مش يدي السم لأولاده. حصل. أنا لما أنا كمواطن بسيط سايب خالد الشاذلي بيعمل مخدرات جنب بيتي، وخالد بينعم وعايش في سلام، أنا أنت كجار ليا مش هتحاسب؟ هتحاسب. طب هتقول لي أنا وأنا اتكلمت ضابط الشرطة، ضابط حضرتك يقول لي تاجر مخدرات يبلغ عني أحمد أو محمد أو علي، ده اللي بيخلي بعض الناس. لا، أنا بقول لك ثلاثة أهو: وزارة الداخلية،
في السنوات الأخيرة عندها مواقع على السوشيال ميديا بتقول لك اكتب بياناتك اللي انت عايزه وبلاغك، ما تقولكش لا. انت لو دخلت على صفحة دار عمل المخدرات وقلت خالد الشاذلي مقيم كذا 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 وبتاجر مخدرات ومخزنه في المكان الفلاني، واخد بالك؟ مش هقول لك انت قلت، هيتاكد معلوماتك وهيهاجمهم. اذا ما انا هاجمهمش وانت كتبتها، تعالى قول ولا شهر بالظبط ما نزلش، واخد بالك؟ يبقى هنا رقم واحد، من اول واحد هيخلص على المخدرات؟ المواطن. ثانيا رجل الشرطه. ثالثا المحامي عندما لا يقبل ويعلم ان تاجر مخدرات. انا كمحامي دلوقتي تيجي في مكتبي تقول لي واحد متمسك ب 200 قرمه حشيش او بخمسة كيلو افيون او ما اعرفش بكام من الشاو، هتقول لي ده تلفقوا له؟ تلفق له قرمه حشيش؟ ده انا مدافع عنه او انا تاجر مخدرات زيه؟ يعني انا بقولهاش الساده المحامين هنا اهو، زمايلي بعضهم هيزعل مني، هيزعل مني. يعني انا حتى لو حد زعل مني انا اهم حاجه عند ربنا عز وجل اقول له انت عندك ولاد، لما تطلع تاجر مخدرات براءه قد يصيب ابنه في يوم من الايام الادمان. صحيح ولا غلط؟ ده صحيح. ده هنا يبقى قضاء المخدرات سهل ولا صعب؟ سهل لو كل التكاتف، لو تكاتفنا مع بعض، ولو الدولة حطت مشروع قومي. احنا لو رجعنا للتاريخ نلاقي اول حرب كانت من الصين، كانت تحت انجلترا. اول حرب كانت انجلترا عايز ترجع من الصين تاني، عملت ايه؟ كانت تجيب سفن من الافيون وتلميها للشعب الصيني 1800 وحاجه، لو عرفت ايه في الكتاب يعني، واخد بالك معايا؟ علشان عارفين ان المخاطره فين. انت لما تقوم على تاجر مخدرات تناقشه كده وتتكلم معاه بسلاسه كده وتعرف السلسله ازاي، هتعرف المخدرات ديت الكثير منها يدخل الى مصر بدون فلوس. الدول الخارجيه بترمي المخدرات لمصر وتوصلها هنا عشان تقضي على الشباب اللي ما تاخد فلوس. يعني حرب هدفها ايه؟ خراب الشعب المصري وخراب الاسر المصريه. ان العالم يعلم تماما عندما يكون المواطن المصري بقوة سيقود العالم الكامل. فأنا أخلص عليه إزاي؟ يا أخلص عليه أفككه من جوه الداخل، أخلص على الشباب. أنت لو عملت إحصاء دلوقتي هتلاقي نسبة المخدرات أكثر في كام؟ في سن كام وكام؟ الشباب. وده مقصودة، ده مقصودة. يعني أنا بقولهاش الدولة هنا اللي تخلي القضاء على المخدرات مشروع قومي، أمن قومي. اتمنى سيدرس في وسط هذه المشاغل والمشاكل اللي فيها ديت يعني كده هذا العام القضاء على المخدرات. احنا نقول هذا العام المراه، هذا العام الطفل، هذا العام ما اعرفش، لا انا اعمل كده اهو حط لي قوسين هذا القضاء على المخدرات. تتكاتف الدول فيه بالكامل، حتى الاعلام مسؤول.